لك اهلين بجابر. لك اهلين لك ابني. لك والله اشتقت لك. ايش اخبارك؟ والله انا كمان مشتاق لك كثير كثير يا ايوب. لك ايش لك جابر؟ ليش هيك خيسس ضعفان؟ ما في فيها مصا. اخ اخ يا ايوب ابوس روحك اتركني بامي. ايش بدي اسوي؟ ايش بدي اعمل؟ لك ما هي مشكله. ايش رايكم ابعت اجيب لكم من الهيلتون او من الشيراتون؟ بدك اكل نبعت حدا يجيب لهون؟ ما بقبل بنوب نوب انه نروح وما نروح عشان ما يصير فينا مثل هذيك المره. ايوه الله يسامحك يا نزير. يا انا مستعد اسوي لك هلا عشوه تكلف من الورقه لل 10000. مش حاجه بقى ابو كسمون، حاجه بقى شايفنا عايفين حالنا ما في بجيبتنا كلها 100 ليره وجاي عم تنق علينا تايلاند وصين وما بعرف شو، طلع من راسنا بقى يمكن ابعد قرني رايح لابوك واسطوح بيته. الله يسامحك يا نزير، الله يسامحك. عصبي عصبي طول عمرك بس بعرفك قلبك طيب وهذا اللي ما بخليني ازعل منك. لك يا سيدي زعل مني زعل ومفلق كمان. هلا عرفت منين ابنك جايب السلبينه هاي؟ نزير نزير. شو امي شو في؟ شو صاير؟ حدا اندعس؟ حدا صار له شيء؟ حدا مات؟ لك استنني القلقط نفسي. شو بعينك؟ لك انا اللي راح نفسي. شو القصه؟ مرتك. شو بقى؟ حبلة. حبلة؟ عمي حبيبتي بلا جدبي ما بيسمعك بعدين ما حدا يتحرك لسه. شو عم تعملي؟ يو شبك لك امي؟ من وقت يلي قلت لك مرتك حبلة ما فتحت تمك بكلمة. شو نزير؟ شو مالك فرحان بالهدية اللي بعتناها رب العالمين؟ والله سبحية ماني عارفة. لا ماني عارفة إذا كنت فرحان ولا ماني فرحان. يو ليش امي؟ شو في؟ امي لا اعتراض على حكم الله يعني، بس انا مالي حمل مصاريف اولادي ولا مستشفيات. بكره الولد اذا كبر ما بده مصروف، ما بده اكل، ما بده شرب، منين بدي اجيب له انا؟ والله مالي عفان منين بدي اوفي الديون اللي عليه. يا اخي طول بالك، الولد لما بيجي بتجي رزقته معه، صلي على النبي. والله مزبوط تقهرني. لك امي حلوا عني بقى، حلوا عني، والله انا مخنوق مالي عرفان شو بدي اساوي. الدين راكبني من راسي لاساسي، يعني اذا بيع اللي فوقي واللي تحتي ما بيكفوا الديون اللي عليه، ما بينوفوا، ما بعرف شو بدي اعمل، حلوا عني. شوف يا ابني يا جابر، لازم تشتغل مثل ما بقول لك. انت لازم يكون عندك هون في ورشه خاصه وباحسن منطقه في هالبلد. كسبك يوب مو يكون عارف اصلح بالاول؟ العمى ليش لهلا ما بتعرف تصلح؟ لك مو لجينا زباين ما عم يجوا الزبون لهون. العمى فعلا والله مشكله. بس شوف يوب انت اذا على اصل بدك تساعدني بتقدر تساعدني. ايه شلون؟ من عندك الفرج يا رب. نحن درويش ومساكين وانت يلي عالم بالحق، فرجة من عندك يا رب العالمين. طيب اخي بجرب بسألك اب سليم بلكي بناخد منه مصاري. خجو انت مجنونة انت؟ ناخد من اب سليم مصاري؟ بيقول جوزناك مشان نستغل مصاري، اصلا هو منتوف ما معه مصاري. نزير تقبرني يعني اذا انت ما بدك الولد. لا تكملي صبحية هيك حكي، ما بدي اسمعه منك ابدا. كل ولد بيجي ورزقته معه وبكره بتشوفوا كيف على وش هالولد السعد رح يدق بابكم. اما مين اجانا هلا؟ السعد اجانا. شوفي مرحبا معلم. وعدتني انه ابوك بده ينام بالورشه. لا شو ينام بالورشه؟ ما ينام بالورشه، ابي حاجز بالشرطه الله يتم عليه. انا جاي مشان غير شغله. هات لنشوف، ورجينا السلبينه الجديده تبعك، تعال لنشوف. ايه معلم، قديش المبلغ اللي بيحل لك كل مشاكلك؟ وليش بقى؟ هلا جاوبني بعدين بقول لك ليش بقى. كسمو يستر على عرضك، مالي رأي لك بنوب نوبها. قوم روح على الورشه ونظفها من راسها لاساسها. قوم حروح، بس خدني عاد علي وقول لي قديش المبلغ. لك مشان الله كسمو لا تسلب علي، انا ما بعرف قديش المبلغ لحتى اعرف قديش بحل لي مشاكلي ولا ما بحل لي مشاكلي. يعني 100,000 بيحلوا المشكله؟ يا سيدي 100,000 بيحلوا لي مشاكلي، رح اجي معك مشان شو؟ شو هذا؟ هدول هن المصاري، بس عملت لك اياهم بالدولار، بيأثر شيء؟ منين جبتهم لك اسمه؟ من ابي، الله يخلينا اياه. ما انت ابوك عن جد معه مصاري؟ لكن عن كذا؟ طبعا معه مصاري، الله وكيلك ما لحقت تهبل تمي، ناولني. لا والله ما باخذهم، هدول مصاري اعطيك اياهم ابوك الك، انا اخذهم؟ لا لا بدك تاخذهم. لك يا كسمه يا حبيبي،
ما زال ابوك معه كل المصاري، ليش ما نيمك معه وشيرتون؟ ليش عم تشتغل عندنا بالورشه؟ والله مبارك خلص، ما انت ما راح اخذهم عليه طلقة اخذهم، واذا ما اخذتهم نزعل منه. بعدين هدول مودين، هدول نقوط مني البدو سي هات وصي تسلم وديك. الله الله الله.